انت ايه انت يلي عم بتسبني وتنتقدني الك سنة. ليك خيي فسر لي شغلي، انت شو بدك؟ مش متلي بدك نايب او وزير فاسد او حرامي بالحبس؟ في قوانين استقلالية القضاء وانشاء محكمة الجرائم المالية ومحكمة الرؤساء بالمجلس، في منا بالجارور ومنا باللجان البطيئة، تعا نضغط سوا على النواب. مش متلي بدك تعرف مين سرق لك مصرياتك ومين نهب الدولة؟ في مشروع التدقيق الجنائي، نبيه وسعد ووليد ورياض فشلوا لنا اياه، تعا نطالب فيه سوا. مش متلي بدك تعرف مين مانعك تسحب مصرياتك وعم بيمنعك تحول لجامعة ولادك؟ طب شو قولك نروح نتظاهر سوا قدام بيوت أصحاب المصاريف ونحرجهم قدام ولادهم وأصحابهم؟ مش متلي بدك تعرف ليش بعد ما تدعي على وزير أو مسؤول كبير بدك تضغط على القضاء؟ تعا نروح سوا قدام قصر العدل. مش متلي بدك تعرف ليش في فارين من العدالة ما حدا بيسحبهم بدينيهم؟ تعا نقدم دعم شعبي لقوى الأمن الداخلي لتعمل شغلها. مش متلي بدك تعرف ليش ما في مذكرات توقيف دولية بحق الهربانين من العدالة خارج لبنان؟ تعا نروح نسأل سوا المدعي العام التمييزي، هاي شغلته. مش متلي بدك تعرف ليش ما في فاسد أو حرامي بالحبس؟ تعا نضغط سوا على كل قاضي مقصر. ليك إذا بدك نتيجة بدك تعرف وين تصوب. بلدنا لازم نسترده منهم، من يلي سرقوا لك ثورتك وسرقوا لنا جنى عمرنا. جربنا، لحالك ما فيك ولحالي ما فيي. رح تقلي ما بوثق فيك؟ للحقيقة أنا كمان ما بوثق فيك من بعد أكتر من سنة مسبيت وكذب، بس غصبا عنا لازم نتضامن لأنه البلد بلدك قد ما هو بلدي، وأنا وياك بدنا ولادنا يبقوا حدنا. شو رأيك؟ بتحط إيدك بإيدي يا آدمي؟ في زعران وحرامية سرقوا لنا وطننا ومكملين على مستقبل ولادنا وحاطين لنا خطوط حمر. ليك فينا ما نتفق بالسياسة قد ما بدك، بس ما قلنا حق ما نتفق عهاو. فكر فيها وخبرني.